ما رأي فضيلتكم في الحبيب الجفري، وهل هو من أهل السنة والجماعة، حيث سمعنا من بعض هذه البلاد أو من في هذه البلاد من لا يرى بأسا في الاستماع إليه، فأرجو أن تبينوا لنا عقيدته، لأنه حصل ابتلاء عظيم بهذا الرجل. الرجل تحكم عليه أشرطته وكتبه، الرجل مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، هو خرافي، أشرطته موجودة بصوته وكلامه، ويستهزي بأهل السنة وبأهل التوحيد ويسخر منهم. نعم.